جميع الأوضاع السياسية التي يمر بها العراق الآن، من اجتماعات بين قادة الكتل وعلى رأسهم السيد الحلبوسي وبقية رؤساء الكتل والأحزاب للخروج بحل من هذه الأزمة التي أوقفت البرلمان العراقي عليه. بدأت بعض الكتل السياسية وبعض رؤساء الكتل السياسية ومن ضمنهم دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلق جو لجمع الفرقاء السياسيين في البيت السني لغرض تقارب وجهات النظر والخروج بحل يرضي جميع الأطراف مع الحفاظ على الاستحقاق لحزب تقدم ألا هو منصب رئاسة البرلمان العراقي. نعم، يعني قضية أخرى تتعلق بمدى مقبولية المرشح وما نتج يعني عن طعون قدمت بشأن الجلسة الأولى فوز السيد شعلان الكريم. هل تعتقد جنابك أن الإطار سيمضي مع مرشح تسوية أما سيقدمه تقدمه في أن يعني أنه أصر في حال أنه أصر على الأستاذ شعلان الكريم؟ نعم سيدتي الفاضلة، أن الإطار التنسيقي لم يكن له اعتراض على مرشح حزب تقدم ألا وهو السيد شعلان الكريم، وبدليل أن ما يقارب 70 صوت إلى 80 صوت قد حصل عليها السيد شعلان الكريم من قبل الإطار التنسيقي. نعم. كما يعلم السادة المشاهدون أن تقدم له 44 مع الأكراد وصلنا إلى 75، فبقية 75 أو 77 صوت حصل عليها السيد شعلان الكريم من قوى داخل الإطار وهي متضامنة ومؤيدة لترشيحه.